بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 27. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى هذا الدرس الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله معالي الشيخ. نواصل قراءة الأحاديث في باب الصلاة. إذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات معينة لا يجوز إخراجها عنها إلا لعذر شرعي. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، يعني إذا نام الإنسان عن الصلاة ولم يصليها في وقتها فهو لم يفرط، لأنه مرفوع عنه القلم، كما مر أنه رفع القلم عن ثلاثة. وإنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها إلى آخر وقتها، فهذا تفريط. كان الواجب عليه أن يؤديها في أول وقتها، في أول وقتها، ولكن إذا أخرها إلى آخر وقتها قبلت، لأنها صلاها في الوقت، لكنه حصل منه أن فاته فضيلة أول الوقت. أفضل الصلاة الصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها. نعم. وروي أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. من نسي صلاة، النسيان يحصل للإنسان، فإذا نسيها لا تسقط عنه، لأن النسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم فقط، فإذا نسيها لا تسقط عنه، يصليها إذا ذكرها ولو في غير وقتها قضاء. صلي إن أداها في وقتها قضاء فهي أداء، وإن أداها في غير وقتها لعذر شرعي فهي قضاء. نعم. وروي أن عمارا غشي عليه ثلاثا ثم أفاق فقال: هل صليت؟ قالوا: ما صليت ثلاث. ثم توضأ وصلى تلك الثلاث. نعم، هذا فيه دليل على أن الإغماء إذا كان ثلاثة أيام فأقل أنه يقضي ما حصل، ما تركه حال الإغماء، وما زاد عن ثلاثة أيام فإنه لا يقضيه، لأن هذا فيه مشقة على العبد. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان. وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، والمؤذن له أجر عظيم إذا احتسب الأجر
من الله جل وعلا وحافظ على الوقت، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على الوقت، فعليه أن يلتزم بالوقت ويؤذن عند دخول الوقت ولا يهمل ذلك، ويؤذن في أي وقت فطن أو في أي وقت رغب الأذان، لا، يؤذن عند دخول الوقت ليخبر الناس أن وقت الصلاة قد دخل فيصلون، لئلا يصلوا قبل دخول الوقت فلا تصح صلاتهم، أو يؤخر الصلاة عن أول وقتها فيحصل منهم تفريط. فالمؤذن لا، الأذان له أهمية في الإسلام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن بأنه مؤتمن، المؤذن مؤتمن يعني مؤتمن على الوقت، ومؤتمن أيضا لو اطلع من مكان مرتفع في البلد أن يرى البيوت، فعليه أن يغض بصره وأن يصرف بصره عن ذلك لأنه مؤتمن على هذا. نعم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة، يغبطهم الأولون والآخرون: رجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، ورجل يؤم قوما وهم به راضون، وعبد أدى حق الله وحق مواليه. ثلاثة على كثبان المسك، يعني مرتفعات المسك، والمسك طيب الرائحة ومرغوب فيه، على كثبان المسك، يكون يوم القيامة المسك القليل في الدنيا يكون كثبان كثير ومرتفعات كثيرة، فالمؤذنون يكونون على ثلاثة، على كثبان المسك يوم القيامة يجلسون عليها إكراما لهم. أحد هذه الثلاثة المؤذن الذي يؤذن على دخول الوقت. نعم. ورجل أما قوما وهم به راضون، هذا يكون على كثبان المسك يوم القيامة، وأما من أمهم وهم يكرهونه بحق فهذا لا تصح إمامته، أما إذا كانوا يكرهونه بغير حق لغرض دنيوي أو حزازة في النفوس فهذا لا يضر، عليه أن يأمهم وأن يحسن النية وأن يصلح ما بينه وبينهم. نعم. وعبد أدى حق الله، والعبد المملوك الذي يؤدي، لأن عليه حقين: حق لله عز وجل، وهذا هو الحق الأول، والحق الثاني حق سيده، فهو يقوم بالواجبين حق الله وحق سيده، فله يكون على كثبان المسك يوم القيامة. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن، هذه أهمية عظيمة، أن الإمام ضامن بمعنى أنه يتحمل ما يحصل من نقص في الصلاة، فإذا حصل نقص في الصلاة منه فإنه يتحمل صلاة المأمومين، وهذه مسؤولية عظيمة، فعلى الإمام أن يتم الصلاة وأن يقيمها بالمأمومين ولا يستعجل ولا يثقل عليهم، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.
نعم، فالأذان يشرع حتى في الصحراء وفي البراري وفي الأسفار، فلا يترك الأذان، وهو الإعلام بدخول الوقت للصلاة، فهذا فيه أجر عظيم، المحافظة على الأذان حضرا وسفرا فيه فضل عظيم. نعم. وفي حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. في حديث مالك بن الحويرث لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا وبقوا عنده مدة، أذن لهم في الانصراف إلى قومهم وأوصاهم، قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ففيه دليل على أن الإمامة فيها شرط، أن يكون أكبر الحاضرين أو أقرأ الحاضرين. وأما الأذان قال: يؤذن لكم أحدكم، أي واحد منكم كبير أو صغير. فالأذان لم يشترط له شرطا، وإنما الإمامة شرط لها شرطا، أن يكون أكبر الحاضرين. نعم. وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيها الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا يدل على أهمية الأذان في القرية وفي السفر الأذان، فإذا ترك أهل قرية الأذان استحوذ عليهم الشيطان، وإذا أذنوا فإن الشيطان يهرب، الشيطان يهرب عند الأذان، يهرب وله ضراط لعنه الله. فالأذان يطرد الشيطان، فلا يترك الأذان في القرية أو في البلد، وإنما يؤذن فيها. نعم. الاختصاص الأئمة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يرشدهم الله وأن يغفر للمؤذنين، هذا يدل على أهمية الإمامة وأنها أعظم من الأذان. أرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. أرشد الله الأئمة إلى إقام الصلاة على الوجه المطلوب، لأنهم متحملون لصلاتهم وصلاة من خلفهم، وغفر للمؤذنين إذا حصل منهم غفلة أو ناموا عن الأذان أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الريش، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.